اهلا بيكم معانا من الفاصل، ومعانا الشيف سيد امام. لسه كنت بقول له بص على الشاشه هتلاقي نفسك اهو هناك على الشاشه. اهلا بيك، منورنا. ازيك يا سيدي، عامله ايه، اخبارك؟ اهلا بيك، اخبارك. حضرتك هتقدم لنا وصفات بقى حلوه للاعياد ان شاء الله باذن الله. قول لنا. هنعمل شريمب بالويستر صوص، ده مناسب جدا للكريسماس الايام دي. تمام. والنودلز طبعا صيامي. تمام. وهنعمل بقى الديزرت حضرتك، حاجه جديده كده، موز محمر مع الايس كريم. تمام، حلو جدا. يلا بينا ان شاء الله. ان شاء الله. يلا احنا المقادير حضرتك موجوده. ايوه. أوكي. عندنا بقى اول حاجه وصفه الجمبري اللي بالاويستر. تمام. هنبدا بسم الله الرحمن الرحيم، هنحط ماده دهنيه معانا. ونخليها على النار. المقادير بقى قولها لنا. حاضر. احنا عندنا حضرتك دلوقتي ست جمبريات، مقدار حوالي 450 جرام، 50 جرام فلفل الوان، 50 جرام بصل ابيض، سيسم اويل، ملح، بهارات. البهارات دي طبعا جديده هنتكلم فيها دلوقتي مع حضرتك. البهارات دي طبعا فيها حوالي اكتر من نوع بهار، الانس ستارز والسيشوان والجنزبيل والحبهان والقرنفل، كل الحاجات اللي بتاعت كريسمس بتعمل فليفر كده في في الطبق. حلو قوي. اوكي. كل حاجة كريسمس في الحتة دي. طبعا. تمام. قبل ما الزيت يسخن معايا هبدا اجيب الفلفل بتاعي اقطعه. تمام. ونشوف التقطيعه سهله جدا. حضرتك محتاج سكينه اكبر؟ لا، ده دي جميله جدا على فكره. طيب. عشان نروح سلام. خدت بقى حضرتك؟ ايوه. عشان برضو ايه الساده المشاهدين، الاطباق دي طبعا سهله جدا. انا بستخدم فيها كذا حاجه، بستخدم فيها الفلفل الالوان، بستخدم فيها البصل الابيض. الطبق بيبقى سريع جدا، بيديني برزنتيشن لوحده، بيديني شكل وديزاين مع الكواليتي. انا شايف ان بيبقى فيه اقبال عليه جامد 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 يا سالي. تمام. حضرتك شغال شيف بقالك قد ايه؟ انا من 93. من 93. تمام، حلو جدا. طبعا ده مده طويله، مده كبيره. وبعدين انا اول ما بدات على الحوض ده. اوكي. يعني اول ما بدات ورا دايما شيف. البدايه بتبقى كده عشان الواحد يطلع واحده لازم. واحده. بدات شيف، وبعد ما بدات شيف حضرتك هنحط الجارليك، وبعد كده نكمل كلامنا يا ساري. اوكي. يلا ادي الثوم اهوت. انا حطيت الثوم على اساس اول ما اسمع طقطقه الثوم في الطبق ابدا احط الجمبري بتاعي ياخد السوتيه بتاعي. كده عملت كوميونيكيشن ما بين الجارليك والخضار والجوس اللي هينزل مع الجمبري، فهيديني الصوص ده اللي انا محتاجه. تمام. أوكي. حلو جدا. دايما البصل الابيض بيبقى موجود، انا بحط الجزر معايا. بعد ما اشتغلت بقى طبعا ورا شفات. ممكن اتاكد بس عشان انا حاسه ان مش شغال. لا شغال، شغال اهو. لحظه بس هعليه لك شويه. اوكي. يلا ماشي. تحب حاجة تانية تقلب دي اللي أنا بيها عايزها. برضو؟ نعم؟ تحب حاجة تانية تقلب بيها؟ لا، ربنا يخليك يا رب. أدي الفلفل. تمام. وأدي الجزر، وأدي البصل بتاعي متقطع أهوت. حلو أوي. خدت بال حضرتك؟ هاخد بقى طبعًا كوسة تاني، تقطيعة أسهل ما يمكن. ليه أنا بقطعها كده؟ نفس السمك ده كده بقطعها، لان الطبق ده اصلا ما بيكملش ماكسيمم حاجات سريعه على النار، فبيديني التسويه اللي انا عايزها. خدت بالك يا سالي؟ بصي، الجمبري هيديني الكلر الاحمر مع البصل مع الفلفل الالوان مع الثوم. ادي ريحه الطبق بدات تطلع اهو. صح كده. هاخد بقى طبعا الاوستر صوص بتاعي. عندك فكره الاويستر صوص ده معمول من ايه؟ ده حضرتك اولا بيتعمل من المحار. خدت بالك؟ بياخد بقى جنزبيل، وبياخد جنجر فريش، وبياخد ورق لورو وحبهان قرفه خشب، وبعد كده بيستخدموه بقى في الشاش وعشان يتصفى، وبيبقى عامل زي مثلا ايه سمع زي العسل كده. صح، عسل اسود كده. بيستخدم اكتر لوصفات الاسماك. ايوه، الاسماك، لانه اصلا بيتعمل من المحار اصلا اساسي. انا بحب المحار بقى. ادي البيون بتاعي اهوت، شوية مية،
ده انا شايفه في حاجات مستخبيه تحت. ده ايه ده بقى؟ وادي عشان ابين للطبق بتاعي ان هو يديني البراون كلر. البراون كلر بديله حاجه زي صويا صوص بسيطه قوي كده اللي هي اللايت بقى مش الدارك. اوكي اوكي. ايه الفرق ما بين دي وما بين دي؟ ان انا اللايت بتبقى فيها سنه مراره وملحها زياده، لكن الدارك بتديني تيست مظبوط، بيديني الطعم مع الجمبري مع البصل مع الفلفل مع الجزر. وهتشوف التيست مع برنامج احلى حلو اللي هو الحلو حتى ان شاء الله. ربنا يخليك. هتبل دلوقتي، ادي رشه بسيطه اهي. من ايه بقى دي حضرتك؟ بهارات. دي بهارات ايه؟ اه دي بهارات مصريه دي. ايوه اللي هي ايه؟ بيضة كده. ايه دي؟ دي التكة بتاعت الشباس. ايوه ما تقوليش ام اس جي. ام اس جي؟ اه ايوه. لا بسيطة قوي بسيطة. اوكي. اه ماشي. ودي البهارات اللي احنا اتكلمنا فيها اهيت، اللي فيها كذا نوع بهار. اوكي. انا في صلة ما بين الطبخ والشيف اللي واقف دي على فكرة، عامل مساعد على فكرة يا سلام. شوف انت حضرتك لما بتيجي تعملي البسكويت وبيبقى في تواصل ما بينك وما بين المشاهد، انا بحس ان هو هم بيشوفوا الوصف مع حضرتك وهم عاملينها على طول. طبعا اللي حابب الاكل سبايسي بنزل بسبايسي بسيط. اوكي ماشي كده. الطبق يعتبر قرب يخلص مني. تمام. في اي حاجه هتحطها تاني قبل الفاصل؟ اه طبعا. ايه بقى؟ هربط بال الطبق دوت على اساس نغلف في الطبق. اه وبعد كده نطلع ايه فاصل. طيب يلا بينا هنطلع فاصل ونرجع نكمل مع بعض ان شاء الله. اهلا بيكم معانا من الفاصل، واحنا دلوقتي هنكمل مع الشيف سيد امام وصفه ثانيه وهي بالموز. احنا بس نشوف الاول الوصفه اللي هو عملها. بصوا شكلها جميل ازاي، هاتوا عليها كده. الوصفه الاولى اللي هو عملها بالجمبري وريحتها تجنن، حلوه جدا. تسلم ايدك. ربنا يخليك. والجارنش حلو قوي. حركات بقى بالجارنش كده جامده جدا. تمام. دلوقتي بقى الوصفة اللي هي بالموز، احكي لنا بقى. دي بقى الموز دوت قصة بقى. ايه بقى؟ هيتعمل الموز مع الخلطة. الخلطة دي هتتكون من نشا ودقيق وبيكنج باودر بسيط جدا وبيض. تمام. أكتر من كده مفيش. طيب عشان أخد الكريسبي بتاعها يا سالي، أنا هعمل حاجتين، أقلل الدقيق وأزود النشا. تمام. أقلل الدقيق وأزود النشا. عشان تخليها كريسبي أكتر. أيوه كده. أدي الدقيق بتاعي أهوت. أيوه. أوكي. وادي النشا اكتر. ادي البيكنج باودر. تمام. البيض موجود معايا. نجيب دلوقتي بس اطمن على الزيت الاول عشان لما اجي انزل بالكريسب يبقى ايه؟ يبقى مظبوط. الزيت كده شغال معايا اهو. اوكي. تمام. وادي نزلنا بالحاجه بتاعتنا بالمقادير بتاعتنا كلها. اوكي. الزيت خلاص. نقطع بقى ايه؟ الموز بنفس الطريقة دي كده يا سالي. ماشي. تمام. وهبدأ ان انا احط البيض عندي. وابدأ ان انا انزل بالمية بتاعتي. يبقى دقيق ونشا وبيض. بس ومية. السر كله بقى في الخلطه ديت، السر كله في الميه. ليه بقى؟ ما تبقاش لا زياده ولا اقل. لازم انا هنزل مثلا ب 200 جرام دقيق، انزل ب 400 جرام نشا. طب وانزل ببطين. وفي سر كمان عشان يديني الصفار اللي انا عايزه، لو المقدار عندي هياخد ماكسيمم 10 بيضات، انزل ب 8 وعين 2. تمام. ليه بقى؟ عين 2 عشان يديني الصفار اللي انت شايفاه ده. اوكي. you
ده اللي هو الخليط اللي هيبقى على الموز. صح بصي كده؟ هو لا تقيل قوي ولا خفيف قوي. انزل بالموز بتاعي في الخلطه يا سالي. ده طبق ديزرت مشهور جدا اسمه ايه؟ فرايب بنانا. تمام. احنا بقى هنقدمه النهارده بالعسل، وهنقدمه النهارده بايه؟ بالايس كريم اللي هو بيبقى سخن وساقع في نفس الوقت، يعني حاجه سخنه طالعه فرايد مع الايس كريم الساقع. تمام، حلو قوي. عشان انا احافظ على الزيت بتاعي واحافظ على الخلطه بتاعتي، اجس الزيت كده. لو الزيت لو الخلطه طلعت بسرعه بس الزيت عندي استوى، ابدا ان انا انزل واحده واحده. خدت بقى حضرتك بنفس الطريقه دي كده، شايفين ان الموز بيطلع على سطح الزيت والخلطه بتاعتنا ما سالتش تحت. ليه ما سالتش تحتي؟ لان المقادير مظبوطه، فبتمسك. تمام. بتعمل بولينج على الموز على طول. طبعا بقى طبق جمبري مع طبق موز. حلو قوي، ده اكيد طعمه تحفه. انت هتدوقيه دلوقتي وتقولي لنا ايه رايك يا سالي. ان شاء الله. حاضر. طب انت حاطط الموز دوت للجارنش، البرتقال والفراوله للجارنش؟ انا كنت بقى هجرنش بيه، خدت بالك؟ بس الفراوله معموله للجارنش ذات نفسه بس. كده احنا ايه يعتبر خلاص. فهبدا ان انا اقلب كده. شايف حضرتك اهوت اداني اللون الذهبي اللي انا عايزه. طب اللون الذهبي ده والكريسبي من ايه؟ عشان النشا زياده. تمام. اللون الذهبي عشان نزلت بالبيض مظبوط. حلو قوي، خدت بال حضرتك؟ تسلم ايدك، ربنا يخليكي. ناخد الطبق بتاعنا نطلع عليه. اسال دعاء وهي تقول لك. كريسبي جدا، سامعين اهو يا جماعه؟ طبق سهل جدا. تسلم ايدك، ومش مكلف. هرفع الزيت بتاعي. مش هرد عليك يا مصطفى، مش هرد عليك. خدت بالك؟ ماشي. حضرتك هتدوق هتحط الحاجة هنا؟ احط بقى الحاجة بتاعتي عشان ازوقها. بص بقى كده سالي، طبعا ده بيتاكل على طول عند طبعًا التقديم، ما بنستناش عليه. لازم على طول مع الايس كريم، بيدي طعم رهيب. طبعا فرايد بانانا على طول رهيب. اوكي، طيب انا اعمل ايه تاني بقى كده عشان استهلك المنظر بتاعي؟ هنزل بالفراوله دي كده عشان ادي كذا ديزاين في ال. تمام. والعسل بقى هينزل امتى؟ هينزل في الاخر. العسل بتاعه اهوت. طبعا احنا ما خدناش وقت لا في الطبق ده ولا في الديزرت ده. طبعا تسلم ايدك، جميل جدا وسريع جدا، اي حد يعرف يعمله. حضرتك تحب تقول اي حاجه قبل ما نختم؟ بجد نورتنا. ربنا يخليك، كل سنه وانتم طيبين. انا سعيد جدا جدا، ويا رب اكون كنت ضيف خفيف في بانوراما. دي حقيقه وسريع جدا. ربنا يخليكي بجد، وان شاء الله باذن الله في وصفات ثانيه نقدر نعمل بقى المعجنات والنودلز والحاجات دي كده كلها. ان شاء الله ان شاء الله. ربنا يخليك، نورتنا وتسلم ايدك، ميرسي جدا. يا رب الوصفات تكون عجبتكم. هنروح احنا الفاصل ونرجع بقى لفقره الاسئله والاجوبه.